الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ألفاظه قصيرة ومعانيه كثيرة يتنظر به من قرأه وحفظه ويبتهج به من درسه وسمعه ورتبته على البابين يعم نفعهما في الدارين. كتاب شروذ من ذو تلبين جاري خطبه دي باجر وانعه لفظي معنى الفاظه قصيرة الفاظ دي لن دي ومعانيه كثيرة معاني ديري دي يتنظر به تذكي بجسر مناسو قرأه چدا قللي وحفظه يادكي ويبتهج به او تذكي بجسر من درس واسو چبلت قللي وسمعه ووري ورتبته ما ترتيب ورکرده دي كتاب لرا على البابين بدو بابون بانده يعم نفعهما چه عامش نفت دي دور في الدارين بدور كورن كي دنيا وآخرت كي. والله اسأل هذا الله نصفركم ان يجعله توقر دي دا كتاب خالصا لوجهه الكريم خالص دفار دخفر مخشي زتمن دي وسببا اوقر دي دا سبب لدخول دار النعيم دا سبب دا داخل دلو دا كور دا نعمتونو فإنه واسع المغفرة دا الله فراخا بخني والدي وإنه يقنا دا الله ذو الفضل العظيم خاوان دا فضل لويدي. الفاظ قصيرة ومعاني كثيرة دار جوامع الكلم مفهوم دي دانا كما ذكر شو وجيز دا داغي وزاحت جو وجيز ستوچي الفاظ لن يمعني دي لفظ لغت کی عام كتابون کی وجه رمي توشتل یو شعر اولي او اصطلاح کی صحیح ماندار ما يتلفظ به الانسان چه انسان باغي تلفظ کی نو الفاظ جمع دا لفظ دا قصیرتنا فاصل کی آخذ توی چرا بکور کی بنی او داغی تا اجازت دا کور نواتلو نیش کور نمنوی بکور کی بدن دینا سی بردی تبانی زی قصیرات توی لیکی قصر بندوائی توی قصر بمانا دا لرگی ہم را دی محل بنگلی تاوی قصر او داغی جاو بیا قصور را دی قصر او دا نصر ينصر نرى قصر يقصر نصر ينصر ومعانيه كثيرة معان دا معان جمد معنا دا معنا سجل كلوات كي مقصد تاوي لگا خلق بوي فلان حصل المعاني فلان كي خ صفتون وعلا دي خمافصد وعلا كثيرة دو فعيلة وزن دي كثرة باب كرمنا كثرة يكثر كرما وكرامة وكثرة يكثر كثرة وكثرة وكثرة كثرة دي مصدر هذه أظن النصارى لم دايسي معنى شيء دي كثرة يكثر أو كثير معنى ديرة يتنظر به نظر ينظر باب تفعيل لمانا تذكير يتنظر تابا بتفاعل لي يتنظر به تذكي بدي سرى من قرأ سوچو لي وحفظه يديك دائم حديث تشارك مشهور حديث امام احمد بن حنبل رحمه الله نقل كرده باغيك نظر الله امرا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وعداها الله لتر تذو قرد ياغ انسان شاغ ذما بنا ووري او يادك او فحفظها يادك وآده حفاظتك وآده بأده كي سنگ جوري دي نو نبي صلى الله عليه وسلم دعا کرده نبي صلى الله عليه وسلم دعا ضرور قبل العودك لا تجلو دعا الرسول بينكم ودعا عبادكم بعد وكل نبي جن مجاب الدعوة دعوات نو ده وجنه دي فتا ذكي
ويبتهج به من درسه وسمعه. ابتهاج بمعنى خائص او خوشاله تر راضي ذات بهجة ام دين را لتعبت ام اليكي لگا سورة النمل كده داغ باغون و حسرت كده كده او درس بايو تفغيل لے بايو تفغيل متعدي درسا بخفل اولوست درسا بلچاته اولوست درسا يدرس تدريسا لك مدرس تا مدرس كوي بلت سبق له رتبته على البابين يعم نفهما في الدارين. يا ما دا كتاب دو باب نمي تقسيم كو شنو بي باب كي معايد حسن دي اپا دوهم كي لگا صالح احاديث و ذكر كردي شكل دا علامات القيامة و قصو سارا. والله اسأل دلانا وارم ان يعلو خالص لوجه الكريم. دا والله دا منصوب دے مفعول مقدم دے لکا مفعول روسی فعل افعال مخی خو تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر والاختصاص اغا سید چی دا اغی حق رسوالی اغا مخی راوڑے دا حصر پیدا کئی نو حصر دا پارا چی صرف صرف دا اللہ نا دعا غوارم دا بلچان دعا نغوارم اکونکم دا مخلوق نظر سالونا اللہ صرف تانکم او دا اسألو دا بابتا دا غری فتحفتا ونسألا يسألو او دا دا مداری متکلم سیغل مانا اسألو دا سوال کوما او سألا سألو سؤالا چو مذر دن راشی دا مانا تفوس کور سر رازی او که سألا يسألو مسألة دن راشی بیم مان دا غفتر دا اللہ دعا غفتر سألو اللہ دا اللہ دعا غفتر او چې سوال لږ ویني تاسو کول وانځر دي ورته سوال کول الله ته الله دعا وختو فلکه سوال وکړه تاسو نه وکړه نو بیا سوال مصدر راځي دار النعیم دار جنت لقب ده دار کور ته وی نعیم جمع ده نعمتون ده جنت کی بشمار نعمتون دی رزق جنت تا دار النعیم ویلی کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.